أعلن رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب الليبي عبد السلام نصية، أعلن أنه تم تعليق أعمال لجنة الصياغة للتشاور مع كامل أعضاء لجنة الحوار في مقر المجلس النواب بتبرق. وأوضح نصية في بيان له من العاصمة التونسية أن تعليق أعمال اللجنة مستمر لحين التشاور مع أعضاء المجلس وتقديم مجلس الدولة لصيغ مكتوبة بالنصوص المطلوب تعديلها فيما يتعلق بالقضايا الخلافية المقدمة من مجلس النواب في إطار الاتفاق السياسي. وأضاف رئيس اللجنة أنه بعد مناقشات دامت عدة أيام لاحظت لجنة الحوار في مجلس النواب إصرار لجنة الحوار في مجلس الدولة على عدم الحسم في القضايا الداخلية والرجوع إلى نقاط وتفاهمات قد حسمت من قبل.